رح نتعرف هلأ مشاهدينا على أكاديمية المرأة ومختلف نشاطاتها. هالأكاديمية تأسست عام 2005 بدعم كبير من مؤسسة الصفدي، وهدفها الأساسي هو تمكين المرأة بالمناطق المهمشة بطرابلس. تفاصيل أكثر عن هالأكاديمية مع ضيوفنا، برحبي رئيسة أكاديمية المرأة السيدة مروة ملقي. أهلا وسهلا فيك. أهلا مروة، فيكي. ميرسي كثير على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك. ومن لجنة نساء أكاديمية المرأة برحب بالسيدة أمال غنوم. أهلا وسهلا فيك يا ست أمال، شرفتونا ويعطيكم ألف عافية. بعرف أنه نشاطاتكم بتمتد على مدار السنة وبتشمل مش بس المرأة كمان الأطفال. بدنا نبدأ مع تعريف أولا عن مؤسسة الصفدي اللي كنا بنعرفها، ولكن الرابط بينها وبين أكاديمية المرأة اللي انطلقت عام 2005. صحيح. نحن كمؤسسة صفدي هي مؤسسة بتشتغل على تنمية المجتمعات، وخصوصي المجتمعات اللي بتعاني من غياب الفرص التنموية، ولهيك نحن موجودين بمنطقة عكار وبمنطقة طرابلس. بمنطقة عكار نحن موجودين عبر قطاع التنمية الريفية يلي بيهدف ل او القطاع الزراعي يلي بيهدف للتنمية الريفية من خلال تقديم الدعم التقني للمزارعين، وقطاع التنمية الاجتماعية اللي هو موجود بمنطقة طرابلس عبر مركزين، شبابنا يلي هو بيشتغل تنمية عبر إشراك الشباب، وأكاديمية المرأة يلي هي بتشتغل تنمية عبر إشراك المرأة. وإذا بدي أحكي أكثر عن الأكاديمية شو بتشتغل، نحن بنسعى لنحقق مقاربة دعم تمكين وتنمية المرأة، بنركز معها أكثر أنها تلعب دورها كأم وكزوجة وكفرد منتج اقتصاديا وكشريك بالعملية التنموية بالمجتمع، وهذا الشيء بتحقق عبر لجنة نساء حيدر المغرب. سيدات مثل السيدة أمال. صحيح. ونحن تأسسنا بالبداية كأكاديمية بال2005 بمنطقة دهر المغربي اللي هي منطقة بطرابلس. نعم. وحاليا بعد يعني حنصير 10 سنوات نقلنا على منطقة جديدة اسمها السرايا العتيقة. نعم، يعني مؤخرا افتتحتوا الفرع الثاني لأكاديمية المرأة. صحيح. حتى توسعوا نشاطاتكم وتوصلوا لأكبر عدد من هالنساء. النساء هن أكيد بهالمنطقة عم بيعيشوا يمكن ظروف حياة صعبة، وأنتم بتقدموا لهم الدعم على مختلف الأصعدة، كيف؟ صحيح. هلا بما انه عم تحكي عن موضوع انه بيعانوا من الصعوبات وخاصه الصعوبات الاقتصاديه، لهيك بنشتغل كثير تمكين اقتصادي، يعني دائما عندنا سلسله دورات تدريب مهني وبتكون مبنيه على حاجات سوق العمل وعلى المهارات والقدرات اللي عند هودي النساء، بندربهم على مهن وبنربطهم بسوق العمل، وهيك بنكون عالجنا الجانب الاقتصادي. وكمان بنشتغل معها تمكين شخصي، يعني هي كامراه كيف تكون شخصيتها اقوى، كيف تكون عندها ثقه بنفسها، كيف تروح وتجي يعني وتثبت حالة وبدورة بالحياة كأم وكزوجة وكصديقة وكأخت. نعم. بكل المجالات. بدنا نحكي عن تفاصيل البرامج اللي بتقدموها، لكن قبل بدي أتعرف أكثر على الست أمل وتخبرنا كيف أنت تعرفتي على أكاديمية المرأة وشو الهدف من مشاركتك معهم. نحن كنا ستات بيوت قاعدين بالبيوت عم نربي اولادنا، يعني كنا انا من النوع اللي كنت بلجان اهل، كنت داخله بلجان اهل. وقت فتحت الاكاديميه بال 2005 نحن كثير يعني عملت ضجه بالمنطقه، يعني حبينا نفوت لنشوف شو بده يصير. حسيتوا انه في شيء خاص لكم؟ في شيء خاص انا للمراه، يعني حبينا نفوت لنشوف شو عم يصير. كثير كانت شيء يعني شيء كثير انبسطنا فيه، ونحن اسسنا لجنه من 10 نساء نحن لحتى نصير لحتى نحسن بالمنطقه، لحتى نوعي المنطقه، لحتى تضل كانت عيننا الساهره على المنطقه انه شو بدنا نعمل بالمنطقه. ونحن كل سنه بنعمل شو اسمه بنعمل خطه استراتيجيه حتى نشوف. نعم. شو ناقص المنطقه، شو حاجياتها لحتى نحن نقدر تساعد اهل المنطقه، خطه لتنفيذ لتنفيذ المشاريع اللي بدنا نقوم فيها بقلب المنطقه. ولكن حضرتك على الصعيد الشخصي ست امال انتسبتي او انضميتي لهالاكاديميه لتحسني كمان وضعك الشخصي بالاضافه لوضع المنطقه؟ انا فعلا يعني كثير صار عندي ثقه بنفسي اكثر، صار في عندي شخصيتي شخصيتي الذاتيه، صار عندي قدرات اكثر. بعدين هذا اهم شيء اني انا نجاحي اني وصلت لهون اني انا معكم اليوم. نعم. هذا اكبر نجاح حسيته في نجاح. تسلمي. مجموعة أصلاً هذا يعني الأكاديمية. الحمد لله كثير، يعني نحن في حتى بعدين عندنا عدة نشاطات بالمنطقة بدنا فيها وكانت. نعم. ناجحة الحمد لله. وإذا بتحبي أخبرك عن بعض. نعم. نشاطات شو تعلمتي بالأكاديمية وكيف بلشت الشغل على الأكاديمية؟ دغري نحن في بموجودة معنا مروة. نعم. يعني هي صار في عندنا تدريبات، صرنا نقوم بنشاطات كبيرة بقلب المنطقة، صرنا ندعي النساء والصبايا والأولاد، عملنا لهم نشاطات لحتى نحن نقدر نقوم
بهذا النشاطات اللي عم نقوم فيها. رح ارجع لك تنحكي تفاصيل اكثر. مروه، لما بنقول حطيتوا خطه استراتيجيه للاعمال اللي بدكم تنفذوها، على اي اساس بتختاروا هالاعمال او الحاجات اللي موجوده بالمنطقه؟ صحيح، نحن كمراكز دائما بنعمل تشخيص سنوي للمنطقه اللي هو دراسه واقع المنطقه من حاجات ومشكلات، وطبعا في وسائل وتقنيات اللي هي الاستبيانات المقابلات. هون عم نحكي حاجات المراه. ايه يعني هو نحن بنعمل تشخيص للمنطقه ككل، مركز اكثر دور المرأة على وضع صحيح على وضع المراه، وبشكل خاص نحن بنركز مع اللجنه المحليه كونه هن اشخاص عايشين بالمنطقه، يعني بيعرفوا اكثر مني شو عم بيواجهوا الصعوبات، فهن بيساعدونا بوضع التشخيص. ومن ثم لما انت بتعرفي انه وضع المنطقه هيك 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 وعندك هيدي الحاجات وهيدي المشكلات، على اساسه بتبني تحديد الاولويات وبتوضعي الخطه اللي هي مجموعه انشطه وافكار لمشاريع تقترح خلال السنه بهدف انه ترد على هيدي الحاجه ونسعى لتخفيف قدر الامكان المشكلات الموجوده بالمجتمع. نعم، بدنا نتعرف على البرامج اللي نفذتوها لغايه اليوم، ولكن قبل في عنا فيديو بدنا نحضره. اوكي، نشوفه سوا. انا نوعي بحب اني انا شارك باي دوره ممكن اكتسب منها مهنه، لانه بهالايام بصراحه الست بحاجه لاي مهنه تكون فيها مردود مادي حتى تساعد زوجها بهالحياه اللي نحن فيها هلا. وكانت بصراحه دوره تزيين الشوكولا يعني الحمد لله رب العالمين مثل ما كنت انا متمنيه، كانت دوره كثير مهمه لالي وكثير يعني كانت الحمد لله مردودها المادي لالي حلو، والخبره اللي اكتسبتها منها بصراحه اعطتني قوه اني اقدر افتح محل انا لحالي يعني. بس ولكن للاسف المحل كان بده دعم مادي، يعني بصراحه الدعم المادي ما كان كثير موجود يعني بالنسبه اني حتى لي اقدر هلا افتح محل يعني لا تزيين شوكولا. بس الحمد لله رب العالمين اجتني فرصه اللي هي حسيتها قوت لي معنوياتي وقوت لي خبرتي بدوره تزيين الشوكولا، يعني حسيتها هسه اهم لي بالنسبه لي يعني اكثر من فتح المحل، اللي هي مشاركتي مع جمعيه مجموعه اللي كانت اني انا دربت ستات على تزيين الشوكولا، وكانت بصراحة دورة كثير ناجحة الحمد لله وكانت كثير حلوة، وحسيت حالي يعني اكتسبت يعني هيك معنويات كثير حلوة حسيتها والحمد لله رب العالمين، واستفدت منها كثير، وحتى بنفس الوقت اعطتني مردود مادي لقلي اني قدرت ساعدت زوجي ساعدت اولادي، يعني كان مردودها كثير حلو لقلي انا الحمد لله. بحب الاشغال اليدوية كثير، وبحب التطريز اللي تعلمته كثير لانه نمالي الموهبة اللي عندي وخلاني اعطي افكار كثير حلوة وجديدة، حاليا عم بشتغل فيها بالبيت وعم انتج فيها وعم بعمل اشياء كثير حلوه وديكورات كثير حلوه، بالرغم اني ما لي استطاعه ماديا اني لا اقدر افتح محل. هون شفنا شهادات لسيدات انضموا لكم ويمكن اكتشفوا مهارات ما كانوا عارفين انها موجوده فيهم، ومن خلال هالمهاره قدروا ينموها ويطوروها ووصلوا للاكتفاء الذاتي او يتكلوا على حالهم ماديا. صحيح، هيدي الشهادات الحية كانت ضمن مشروع معين، بس نحن دائما هيدي المشاريع بتكون موجودة اسمه مشروع الحياة قدامنا. كان نعمل تدريب مهني للنساء، إذا بتحبي خبرك عن أنواع التدريبات، كان تدريب على تزيين صواني والشوكولا، تزيين حجابات، كان مهارات بائعة كيف تبيعي بالمحلات وغيرها، وكان في دورة كمان بتصور هو تزيين الحجابات والتزيين الشوكولا والمهارات بائعة تصليح خليوي للسيدات حتى النساء. ايه، لانه كان مطلوب بمجتمع ظهر المغر انه حدا يعرف يصلح خليوي من النساء تا ما يكون في احراج. سيدي امل، سريعا خبرينا عن المشاريع اللي انتم نفذتوها بلجنه النساء. نحن قمنا بعده نشاطات وبمشاريع، اهم انا عندي كثير يعني بحب كثير عيد الجيران، عملنا لها حتى نقرب الجيران مع بعض، حتى نقرب الناس من بعض، في تواصل اكثر، في تواصل اكثر، حسينا انه كثير نجح، وكان العالم حتى عم يرجع يقولوا لنا انه رجعوا عملوا مره تانية. قمنا بنشاط عملنا مثل الانتخابات بين لجان ولجان لصحتك بالدنيا، يعني جبنا عملنا فحص دم من الصليب الاحمر، فحص دم بلفئه الدم، عملنا تقريبا لشي 300 شخص بقلب المنطقه. كان هذا كثير كمان ناجح، وهلا عم نسعى لمستوصف عندنا بقلب المنطقه، قدمنا ملف للبلديه لحتى يقدر يساعد هالناس، لانه المستوصف كثير بحاجه المنطقه له والناس بحاجه له، وان شاء الله قريبا ان شاء الله
ان شاء الله حيكون الافتتاح لها ان شاء الله. ان شاء الله نعم. في عندنا كمان في عندنا المنطقه بحاجه لروضه، يعني كثير عم نسعى فيها لانه المنطقه صغيره والولاد كثير عم يروحوا لمناطق بعيده. حابين نحن انه يكون في عندنا من الافكار اللي نحن دائما بنسال اهل المنطقه انه شو الحاجيات اللي انتم لازمين لكم اللي بدكم اياها، وهيدي عم تقترح ونحن عم نحاول مع المسؤولين انه نقدر نكفي قوه نسائيه. مروى، تم افتتاح الفرع الثاني لاكاديميه المراه ب 30 تموز بمنطقه السراي العتيقه، خبرينا شوي عن هالحدث. صحيح، نحن ضلينا استمرنا بمنطقه ظهر المغر لعشر سنوات تقريبا فيك تقولي، وعلى اساسه عملنا دراسه اثر وتقييم لعملنا بهذه الفتره الزمنيه. هون عم نشوف صور. نقلنا صحيح ونقلنا على منطقه السرايا العتيقه، بس طبعا بقينا روحا فوق بظهر المغر، ولكن جسديا نقلنا على منطقه جديده. مكملين عملكم بالفرعين. صحيح، يعني بعدنا موجودين فوق هن كمان. نعم. يعني عبر اللجنه المحليه، وكان الافتتاح نهار الخميس بحضور 15 سيده طرابلسيه من النخبه والرائدات، وبحضور سالي جريج ملكه جمال لبنان. تخلى الحفل الافتتاح عرض تقييم هيدا اللي عملناه بالمنطقه، شو كانت نتائجه وشو اثرنا على المجتمع بظهر المغر، وتحدثنا عن ماذا بعد. نعم. كمركز سرايا العتيقه، ونعرض فيلم كمان عن شهادات حيه وتجارب ناجحه صارت بالمركز. وماذا بعد؟ انا راح اسالك مروى، شو عم بتحضروا هلا؟ هلا عم نحضر ان شاء الله لعدد من المشاريع، بذكر منهم اثنين يلي فيه نوعا ما عم نوسع شغلنا. نعم. ليستهدف منطقه كمان عكار، يعني بطل مركز اكاديميه المراه فقط للنساء طرابلسيات، وانما ايضا لعكار بمنطقه المجاوره. صحيح 100%، وبيروت كمان حتكون اول تجربه لنا. هو هذا تحدي جديد، هذا مشروع ممول من اليو ان وومن وبالشراكه مع وزاره الشؤون الاجتماعيه، بيشتغل على تمكين المراه اقتصاديا عبر اخضاعها لسلسله دورات تدريب مهني وتنميه شخصيه وتنميه مهارات اداريه، والى جانبه هدف اللي هو التخفيف من حده العنف على اساس الجندر، واضافه لنا مشروع تطوير مشغل تراخيص. نعم. سريعا ست امل، قد ايه تغيرت حياتك من بعد؟ كثير تغيرت حياتي الحمد لله. انا كثير يعني عندي ثقه بحالي كثير وبنفسي، حتى اولادي يعني انا اتاثر، جوي تاثر على اولادي، يعني اولادي صار نفسيتك تنعكس على اولادي كثير، حتى على زوجي، وانا كان زوجي كثير واقف جنبي، انه بالعكس انه يعني هذا الشيء كثير منيح لي وطورنا، والحمد لله يعني انا كثير مبسوطه وفخوره اني انا موجوده اليوم معكم وبهال وصلنا لهون الحمد لله. شرفتينا، انبسطنا كثير انه تعرفنا عليك ست امال. مروى كمان يعطيكم الف عافيه، تحياتنا لكل اصدقائنا بمؤسسه الصفدي، ونحن ناطرين كل اخباركم وبرامجكم الجديده. اهلا وسهلا. في مشاهدينا، ومنكمل حلقتنا لليوم من Alive مع Connected.